إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا في الفيديو ده مش هشرح عن برنامج ولا هنزل كونفيجات ولا هعمل أي حاجة. أنا بس في الفيديو ده هتكلم عن نقطة لاحظتها في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا امبارح الساعة 10:30 كده لقيت ان القناة وصلت 50 مشترك، بعد كده دلوقتي بقت 42 مشترك. طب يعني التمانية دول راحوا فين؟ او ليه لغوا اشتراكهم؟ يعني انا عايز افهم بس كل ده. ممكن يكون كل ده عشان انا بنزل حاجات فودافون. ما انا المشكلة اللي انا معيش غير خط فودافون، يعني التليفون ده فيه خطين، الخطين فودافون. المشكلة اللي انا مش متوفر معايا ولا وي ولا اتصالات ولا اورنج، وخلاص يعني كلها كام ساعة ان شاء الله لو في حاجة يعني خلاص بخلصها. لو نجحت معايا هنزلها، ما نجحتش لسه هشوف حاجة تانية. انا عايز الناس بتاعت اورنج واتصالات ويفضلوا موجودين، مش مشكلة انا مش ناسيهم الكلام ده. لو انا ناسيهم، انا مش ناسيهم دول، يعني يعني انا مهتم بيهم اكتر، يعني الشبكات دي مهتم بيها اكتر من فودافون. قاعد بدور لها على حاجات والله، وعلى سهرات وعلى البايلوت بتاعها، وعلى عشان الكل، عشان يعني انا شغال على الحقيقة، يبقى لازم مش على فودافون بس اكيد، يعني لازم اشغلها لكم على وي وكده. والله انا شغال وعمال ادور وعمال اعمل يعني حاجات ما تتعملش علشان اجيب لكم يعني نت مجاني شهر بقى، وان شاء الله هطول المدة اكتر من كده. بس انا مش عايز الناس تلغي الاشتراك في القناة، ادعموني زي ما انا بتعب كده، قدروا التعب ده ودعموني في القناة بالاشتراك فيها. طبعا اتمنى ان انا ما اقولش الكلام ده تاني، لان انا بتعب جدا على ما بلاقي يعني مثلا حاجة لشبكة معينة. يعني انا في الكام ساعة اللي فاتوا دول عرفت حاجات حلوة لوي، يعني كل لو في ناس مشتركين عندي بتوع شبكة وي يفضلوا في حاجات حلوة واخبار حلوة. بس ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اتمنى ان انا ما اقولش الكلام ده تاني. ويا ريت يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.